السلام عليكم. وينكم يا ولد؟ غايبين فترة. شو السالفة؟ يا ولد وينكم انتم؟ يا ولد اسأل عني. طيب اسأل. طيب وين مشعل؟ مشعل تعبان ولا حد سأل عنه. شكرا على خير. تصرف هذا العدنان ومحسوبة سجلة بالدفتر. بس لا صدق يا اخي، ليش ما تسأل عن عدنا وعاد عادة الحياة؟ ادري لك فترة ما انبسطت، يعني شوف الحين ممكن عادت لكم الحياة في مرحلة. السلام عليكم، وش حالكم؟ شلونكم؟ طيبين والله يا الربع. ما تقولون جاكني والله وعكة صحية بعد ما رجعت من جدة. اختلف علي الوضع، حر رطوبة مطر اوف، حر رياض واه. صح ما قدرت. اي والله وسلامتكم، والله وزارت الاوضاع نحمد الله ونشكره. وان شاء الله برتب شنطتي ذا اليوم، بكره ان شاء الله مسافرين. خلاص طفشتكم فقرة وين تتوقعون بسافر؟ بروح الدير، بروح الجنوب. الله اكبر. باذن الله بنتكي هناك يومين ومعي دنعاوي يا اخوان بسافر معه. الله يلعني فيش يا جزمة، ما كفاش قارش فيه يوم تسوي نشتاق ليه ما كفاش. والله شوف، والله ماني ارجع باعلانات مرة، والله اوقات اصور بس ذا اليوم ما عندي اعلان. بكرة والله وامانة يعني اعلاناتي حلوة، والله مو مدحا فيني ولا الشيء اللي انصحكم فيه، لكن الصدق اللي احبه الله والله اعلاناتي حلو. كل من طلب من اعلاناتي وكلهم يشكروني بالخاص، يقولون ذوقك حلو وتجنن وبسم الله عليك والذوق ما زينه يا اجمل واحد في العالم. كلها صح ما عدا الاخير. ما شاء الله تبارك الله. من هو الزين ذي؟ والله الله امه السيارة. ايش؟ سيارتي ما قد وديتها. شكوها؟ اي سيارة؟ دقيقة دوخة السيارة. لا بسم الله. خلني بروح وبجيس. بروح ها؟ صدمة قوية. وانا ايش السيارة؟ ما عطيتها العامل بيصلحها. بالله ايش رايس في فيني انا ونفسي؟ بالله يا كيف؟ اسالس بالله، من هو الازياء؟ انا ولا هو؟ اسالس بالله، من هو الرجال الوافي الصنديد الكفو؟ انا ولا هو؟ شعن ما عنهن نفس بعض. ها من هو؟ يا رجل يلا اذا جوتي صح والله لو ودي السياره لازم نصلح وصلح. يلا ايش ولغز يعني؟ ترى صعب يعني، لكن اذا انت ذكية وسريعة بديهة اختاري من هو ارجل، هذا ولا انا؟ كان رجل او ابا. هيا صبح منه. لا ما هو ابو هذا من واحد دي. بس صدق يعني من هو الافضل؟ كلنا مش عايشين سبحان الله. بس ذا ولا ذا؟ والله لا ذا ولا ذاك. ذا الاول ولا ذا الثاني؟ والله لا ذا ولا ذاك. ليه؟ لا والله دقيقة. لا والله لا ذا ولا ذاك. شوف. اسمع. لا والله اني بصلح هذا اليوم، والله اني شوف عينس والله. اشغال والحمد لله جانا رزق وجاتنا اعلانات جاتنا حياة وماني افض. ما صص مو انا. قول ما شاء الله. مو انا هو هذا. ما هو انا. ما قال له دفدفها كذي. ما اعلاني بشوي. ما هو ولا معي. الله يزيدك. اني قصدي اني اللهم احفظنا واحفظ منه ومنا واحفظ استرنا وباركنا في رزقنا. بس انها شو اسمه انشغلت يمه. شوف عينس رحت لجدة مزاد عودتيني وها. بس عادي ما في قدام افضل اجلسي اجلسي. ايش طلع في سيارة تروحين ما عاد نبغاها. ليه؟ جت فوبيا من الحادث يعني على وجهي. حتى قدني بالسيارة اصير
اتكفل. ليه؟ سواقتك والله سواقتي حلوه. انا افضل سواق. سك افضل سائق. طبعا يمه بكره ان شاء الله بسافر. لا لا محلي صوب العرب ذراك. لا ما احنا رايحين برا ولا احنا بنشوف نسوان ولا احنا داخلي حولنا حوله. بروح الديره. ما علمتهم ايش سويتي في البيت في الديره. الا الله. صورنا. كيف اصوب؟ تودينا لحد؟ ها؟ كيف؟ انت تجي في بيتنا. هم تربط؟ لا لا. هم تربط؟ باشوف لي. هيشي هيشي. روح البيت، ادخل البيت. بستاجر في فندق بستاجر في فندق ودي ادلع نفسي يوميتها ب 1500. ايوه راح اتعبدنا زفرتنا. كيف؟ اقول روح البيت وارقد وصور لنا الشغل. امي سوت اشياء باذن الله لا اوريكم اياها بكره. نشوفون البيت. يا اخواني امي يعني ما شاء الله عليها تبارك الله. طول الصيفيه وحن في البيت ما اشتغلت. يوم رجعت الرياض راح تسوي البيت اللي في الديرة. من اللي بيسكنه ذي الفترة كلها في الصيفية؟ أمي سوت الحوش يا أخواني يعني ما شاء الله. ضبطت الحوش حطت عيود إيش تسمونه ذاك حجر إيه بس كذا سوت أشياء تثبيطات. بس نحن هنا ما إحنا هناك. تالياتنا بنروح هناك. تالياتنا بنروح. لا منه إن شاء الله ربي أحيانا بعدين. كيف اللس يوم جيت هنا تشتغل اتحداس تعلمون السبب ايش هو تحداس لا لا علمهم لا والله لا تقوله والله بس بو يدري ما نفتح صدق. ايش الحكمه في يوم جيت الرياض سويت البيت اللي في الدير ولاقيت حن في الديره تسوين البيت اللي في الرياض ايش كو ما كذا بس انس هنا وسويتي هناك ما سويتي في الصيفية؟ سؤال منطقي. ابو نصيف احنا بنصيف ما نبغى نزعجات العالمية. كيف؟ ما نصيف نرتاح. ما ازعج ما. بعدين ما يخصك. احس اقنعتيني بدري. ما يخصك. كيف ما يخصني؟ انا ولا لا كبناك في بيت الديرة تقعد فيه. انا اشربك. نبت هناك وانت تقعد في الديرة. واش فيك؟ تزوجتك في الديرة، اشتغلت مرة من جنوبنا. وعادي طيب واذا سكنت في الدير عادي احب الديره واعشق خليك تجي ناعم ولد ايش والله اني لازي ولزع عمري والله اني لازي ولزع عمري ايش يوم تحسبين الرياض شكشكني الرياض قصص الشعر والحياه والله نس البنايه اللي عليك لو رحنا الديره والله عادي ترى الحين يعني وصلنا الحمد لله تطورات صرنا حتى في الديره نلبس والعرب يروحون يجون صارت في اشياء واجد في الديره بوريهم بكره ايش كان في الجنوب اوريهم بكره تجي رجال سنافي يا اخي ما تسمع انت شوف ايش تقول لك روح يا اخي انبسط بغيره عليه غطرك وانت والله عليك غطره وتلزع عمرك بالله انت لازي شوفي برد عليك انت لازي بسم الله الرحمن الرحيم يا الخبر اي والله يا تسميها اخلعتيني يا اخي الحين بوريس كيف اني الزع عمري واقدر اسوي لي عريق الحين عريق بس ودي تجمع ديره الفرن عندك والقلايه ايش اسمها الخبازه عندك بقدر اسوي عاد ما عرفت الخبازه حقت الخبز قدام عيني قصص العريق اللي سويتها كنت في الديره لا لا ذيك ما عرفت كان الكهرباء عندك الفرن اثنين افراد وانك تروح تسويها في قدر مين صور زيت فضل الناس لكن اذا انت تبغين تتعلمين طريق اسمي شيلي هذا التصريح اذا انت تبغين تتقنين العريك والسمى تعالوا بس لا خلاص امسح انت امي طيب الحين يا اخواني باذن الله عندنا توتوريال كيف انك تسوي العريك والسمن بألف طريقه من عندي انا طبعا معنا امي طيب امه وين الطحين؟ بتسوي هذا الطحين؟ خل جيب ال ها حسس وين اغراضك؟ وين الاشياء في المطبخ؟ في الزاوية تمام بس يعني وش في عندنا؟ نحتاج زيت؟ قولي لي
والله ما والله ما شارك لا 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 والله يا اخي لا تعلم تعال تغلبين يا اخي ما عرفت اسوي انا شو صدقتي خلاص يا اخي خلاص تعال نسوي العريك لا 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 خلاص يا اخي ما اعرف انا كنسل كيف كنسل يا اخي ابو عريك خلاص امزح كذاب انا ماني اعرف اسوي انت بتسوي نفسك انت يلا سوي من اللي قاله انت مو بنا ما هو بنا اللي في اللوحه ذاك جني يقعد يقنقن من راسه ما يعرف يسوي العريك تعال يا سوي العريك انت بنفسك ما تسوي العريك ما انت برجال ايش والله ما ادري الناس تحبيني وتسوين العريكه طفسنا بسوي عريكه طفسنا كيف اطفي سوي طفسنا حتى اسوي لك عريكه اسمي بلا بلا انت غششيني كنا نسوي لا 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 طف طفسنا طفسني والله من العناق وش بلعب عليهم بلعب عليهم كني انا اللي سويت عشان قدام العرب كني طبيخ واعرف طيب يلا طفسنا خلاص اتفقنا خلاص غششيني وبضبطها المهم يا الربع خذينا الطحين مع الماء تحط ال لا تطلعين كمامي حط كمامي حط كنت اللي سويت يعني المهم تحط الماء في الطحين ايش نوع الطحين بر حط بر طيب بعدين وانت تحط لا تحط الماء كله حط شوي ومخلط كله. اوكي كله صبوه كله زدها بشوي زد زدوها بشوي لا اسف بدي حرك الطحين اشوف حرك الطحين اول شيء هسه تزد ماي لا اوه لا ما حطوا ماء طبعا يا الله بسرعه احترق الصاي زودوا الماء حطوا الماء دي حامي لنا قال بس يعجل لا تخوش لا تهب الطحين ولا تطش شوي لا تعلمينها لنا خميمة يلا بشوي شكون ما طلع كنا سريلاب المهم اقعدوا اخلطوا كثرت الماء يلا كثرنا قلنا لهم علمتهم والله ما يفهموا قلت لا تزودون الماء اطراف القدر يعني لما تخلط خل خلطتك بحب عشان ترى قصة حامد واسود اللي حاملين قدروا طيب دقيقة لا تضغطين علي ترى بعد بشتغل متوتر بالله لا تضغطين علي مرة غريب ايش ذي سيري لك لا خلاص خلاص حطه ما جاي والله عادي عادي يعني نفس القوام هذا عادي حطوه اطراف الغضب. الاطراف ركزوا على الاطراف يا اخواني الاطراف وانت كذا الاطراف والله والله كانها محلبية ما علي طيب الحين بوريكم كيف تحطونها المهم يلا بسرعة حطيني معي عشان يطلع كني انا اللي بسويته المهم ما عليه حط اختلع اختلع يوه اختلع طب مبروك ايوه ترك طبعا رحت الثلاجه وجبت لكم العري اللي شو اسمه السمن سمن بلدي اوكي لازم سمن بلدي يعني شوفوا ما شاء الله لا تفتحون خلوها كذا يعني ما تصور الا اما العسل عسل بلدي رقم واحد انتوا سمعتوا هذه من الاساسيات هذا اضافي بس ان كانك تبغاها تصير حلوه حط العسل ومزد حط تمر بس اعتقد ان في لا لا عسل ولا تمر نوع واحد نوع واحد يعني يا عسل يا حطوها على نار هاديه انتوا سمعتوا شو اسوي بعدين اقطب ايوه شو اسمه خلوه على نار هاديه انت سمعت لين تنجح من اسفل بعدين تقلبها درج جدتي ها جدتي تدري يعني الله يرحمها إذا عيت تطلع خلها شوي ترتاح لا تستعجل ما تنقلب صدقني ما تنقلب لما عيت هي فيها مشكلة خلنا إذا شفتها كذا بهذا المنظر طفسنا خلها وطفسنا ولا تكمل عشان خوي شيء ما حد يشوفه إيه سوى بعدين أتوقع أنها كذا ولا كيف يا أمه؟ إيش رأيك؟ خربتها طفسنا ورانا شغل عادي طفسنا
فيه شيء. اوكي. المهم خلها ترتاح. لا ما لا لا ترتاح، خليها ترتاح. حتى ترتاح. خلاص ما عاد احنا نبغى. والله يا وجهي في السناب اللي قبل يوم طلع لي غبغب كنا هالرياض. كذا تفصفص. غبغب ما هي الحبوب، لا خلي الحبوب، الحبوب امزق والله. بس اتكلم عن الغبغب، والله اني سمنت. خلاص ذيها كلي انت. بالعافية. ها؟ ما اكل غير. ايش؟ خبز الخبستية. خبستية ايش اسمها؟ مني. كلي. خبز الخبستية. بس انا خبز الخبستة. خبز الخبستية ليه تاكلين؟ خلاص. والله دايت خلاص سمنت. تسمن لهين. ما خوشتها والله اني خوشت. لا زين زين. لكن ان شاء الله. إيه صح باقي بتنعرك، انا استعجلت مشكلتي، خلاص نخلي الدايت بكره. طبعا خلاص حطيناها هنا، الحين الحركه الفنيه. طيب يلا خلاص خلاص حط السمن، خلاص زانت زين. كيف زانت؟ ايش فيه؟ زانت. لا لا دقيقه. يا ويلو ويلو يلا حر. يلا يلا. ما حر لك الان. طبعا وخذنا ذا الحين السمن، حطوا السمن كذا. ما هو المفروض انه ينجف؟ لا لا في حاجه ينجف 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 يا حما. اي لا لا بيدو ما عليه ما عليه خلوه عشان تسمع يا حاره بيدو. ايوه ايوه عادي عادي حركات بعدين خلنا عشان احسبوني هنا اللي سويته. يلا يلا كمل انا زهقت منك ابغى اخلص. بعدين انت سمعتوا العسل لازم العسل يكون اصلي. ايوه ايوه حريص ترى العسل ذا الايام عزك من على ما خذ ملاقه ملاقه ايش قوم انا ملاقه ملاقه طلع العسل يقول الطبخه طبختي هي الغفله كلي هاي يلا خلاص جيب الملعقه جيب الملعقه خلاص يلا خذوا من الملعقه طفشت من دين. انا عمي حطتها في الثلاجه لا مو عشان كذا بس عشان تراقب العسل خلاص يلا ايش احنا في ذا الحين يلا المهم الحمد لله المهم اذا نشبت في الحسها في الحسها دفع ولا اجيب لك خلاص طبقه والله ناريكتنا بتاتي فضيحه ذا اليوم والله الذي لا اله الا هو ناريكتي ذاك اليوم لا والله وعشان العسل الشمع كان بي عسل شمع انا تفشلتني دحين انا تفشلت لا لا والله انا اللي سويت يلا هاك أوكي. هاك سنابك هذه هي عريكتي يا اخوان ما شاء الله تبارك الله طبعا انصحكم نصيحه محب اي معلومه اعطيتكم اياها هذا اليوم لا احد يسمعها صراحه لا يطبق لا تطبقون ابدا لانه أسألكم بالله ما تطبقوا يلا يا أخواني نروح نصلح السيارة الله والله يا الربع كان في واحد قضمها كذا كان أخذها لقمة طيب أنا كيف أمشي ذي الحين يقعد يسحب ذي هذا اللي ما حسبنا حسابه This is don't text me طبعا الموضوع سهل يا أخوان شكلي صراحة ما راح أصلحها يعني خلاص ربطها بسيم يعني شوف الحين تقدر تمشي يعني عادي ولا ايش رايكم انتم والله يا اخواني الحمد لله ودينا السياره الصناعيه وجانا المنقذ سوبر هيرو محمد انت سوبر السلام عليكم اهلا بالشيخ سوبر هيرو محمد محمد انت في زوجة ثانية ولا ما في؟ لا لا ان شاء الله انت زوج مرة ثانية؟ ايوه طب هذا ليش كلام هذا كذا؟ ادري مني قني مني ايش كلام هذا؟ ضحكتك ضحكتك وانا اخوان هذا محمد سواقنا بيني وبين عيش وملح كلينا انا وياه وعشنا وزبني يوم انصدم الموتر امي طردتني بيض الله وجهها اشهد انها والله انك انت حطاني انت يا محمد في كارقق حطاني صح؟ ايوه ايوه حطاني بيض الله حطاني 100% انت قحطاني 100 200% ايوه 200%